أسعد باستضافة السيد حسن برهمي محامي وناشط حقوقي. أهلا بك سيد برهمي وتفضل معنا. أهلا بك، مساءك سعيد. مساء سعيد ليك ولجميع المشاهدين الكرام. أهلا، بداية خلينا ندير قراءة في البيان الصادر عن رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح. هو جدد يعني التزام الجيش الوطني الشعبي بحماية الشعب الجزائري ومرافقته في هذه المرحلة الانتقالية التي وصفها بالحساسة، والتي قال بأنه لا بد أن نتجاوزها في أقرب الأجل. نعم، اليوم القائد صالح أكد أنه لا يمكن للجيش الوطني الشعبي أن يرضى باستمرار المهزلة الموجودة واستمرار الدوس على الدستور بسبب الفخ، يعني إن صح التعبير، الذي نصبه النظام السابق لمؤسسات دستورية عندما تيقن من رحيله، فقام بتعيين شخصيات منبوذة شعبيا تابعة له مباشرة في فترة أكد الجميع أن الرئيس بوتفليقة عبد العزيز لم يكن هو الذي يسير البلاد. فطيب العز المستقيل اليوم تم تعيينه يوم 21 فيفري الماضي، يعني نهار قبل الحراك، بداية الحراك المبارك، يعني في الفترة التي سماها قائد الأركان أنها كانت تابعة لحكم بين قوسين العصابة أو القوى غير الدستورية. فأيضا اليوم يعني تنحيه عن رئاسة المجلس الدستوري، سنتحدث عن هذا، هذه التنحية وهذه الاستقالة، لكن خلينا نتعمق في خطاب رئيس الأركان الفريق أحمد قايد صالح. تحدث أيضا وفتح النار على رئيس جهاز المخابرات السابق الفريق محمد مدين المدعو بجنرال توفيق، وقال بأنه تآمر على الشعب الجزائري عبر اتصاله بجهات مشبوهة، هكذا كان تعبير الفريق. كيف تعلق على هذه الخرجة؟ أولا أنا كقانوني أنتظر بعد هذا التصريح الخطير أن تكون هناك متابعات قضائية وإحالة إلى محاكمة عادلة، وطلب العدالة بإعادة فتح عدد من الملفات وإسراع هذه العملية. أولا هو تصريح يعني نثمنه، أن اليوم رفعت الحصانة عن أي شخصية وطنية، سواء من كانوا يعتقدون أنفسهم أنهم فوق القانون، وصلوا إلى درجة أن وصفوا أنفسهم بأنهم أرباب لهذه البلاد، رغم أن لهذه البلاد رب واحد معروف يعبده الجميع. وأيضا رفع الحصانة عن رجال أعمال كانوا يظنون أنهم يريدون يفعلون أي شيء، وأن العدالة لا تستطيع. فعلا كانت هناك شخصيات ممنوعة أصلا حتى من تقديم شكاوى ضدها، ممنوعة حتى أصلا من ذكر أسمائها، ولو أي واحد يقدم شكوى ضدهم كان ترفض شكلا في البداية. ولكن اليوم هو تحرير للقضاء الجزائري من الحصانة الممنوحة للناس دون وجه حق. نتمنى اليوم التحرك عبر الهاتف، نتمنى اليوم أن تكون هناك يعني محاكمات عادلة وتحقيقات قضائية صارمة، خاصة أنه اليوم جيشنا الوطني الشعبي لديه يعني جهازين يملكان الضبطية القضائية، وبإمكانهم فتح ملفات القضائية بكل يسر وبالتنسيق يعني مع وكلاء الجمهورية والنواب العامون، هو جهاز الأمن العسكري وجهاز الدرك الوطني، وكلاهما لديه الضبطية القضائية وصفة التحقيق الابتدائي وفتح الملفات. وبالتالي نتمنى أن يتم إصدار الأوامر الملائمة لهم من طرف السلطة القضائية لمباشرة التحقيقات وكشف الملفات الخفية التي طيلت 20 سنة لم يتمكن أي واحد من كشفها، رغم الآثار البليغة والضرر الكبير للجزائر منها. طيب سي إبراهيمي، الفريق أو قيادة أركان الجيش ككل في البيانات السابقة كانت تتحدث عن حل يبقى دائما في إطار الدستور. الفريق اليوم تحدث عن إمكانية اللجوء إلى حلول، قال بأنه الفضاء مفتوح لإقرار حلول للخروج من هذه الأزمة. نعم، ما الذي يقصده الفريق؟ نعم، الحلول الدستورية موجودة منذ البداية، منذ حتى قبل استقالة بوتفليقة موجودة، يعني أنه لا يمكن أن نتجاوز الحل الدستوري، لأنه كل من يريد أن تتجاوز الحل الدستوري على بحجة أنه الدستور 2016 الدستور الوطني الساري المفعول حاليا هو مجرد يعني كراس محاولات، أو كما سماها البعض بأسماء أخرى أستحي من ذكرها، هذا غير صحيح. الدستور الوطني هو الدستور في حلول، رغم أنه حلول يعني محدودة، ولكن حلول موجودة يجب أن نبقى في إطارها، مع يعني تصحيح ما يمكن تصحيحه فقط. منذ البداية يعني أكدنا كشباب، كباحثين، كقانونيين، كحقوقيين، أنه يمكن
إقالة يعني أو استقالة الرئيس الباء الثلاث، وفي نفس الوقت البقاء ضمن إطار الدستور. الدستور الحالي يسمح المادة 87 يسمح بإقالة أو استقالة رئيس المجلس الدستوري وتعيين بدلا عنه رئيس مجلس دستوري آخر من شخصية توافقية من طرف رئيس الدولة. في هذا الإطار الأحداث السياسية اليوم تولت الواحدة تلو الأخرى، طيب العيز يستقيل من رئاسة المجلس الدستوري حسب القانون، من سيتولى رئاسة هذا المجلس الآن؟ الآن المادة 183 والمادة 104 هي الآن المادة 104 هي المادة الإطار التي نشتغل في يعني في ظلها، كما يعني أنه هذه المادة راهي لم تستثني صلاحية تعيين رئيس المجلس الدستوري من صلاحيات رئيس الدولة. يعني لرئيس الدولة الحالي عبد القادر بن صالح إصدار مرسوم رئاسي بتعيين شخصية وطنية توافقية يرضى بها الشعب كرئيس للمجلس الدستوري. ثم بعد ذلك يمكنه قبول استقالة نور الدين بدوي كوزير أول، أو حتى وهذا الرأي نؤكد عليه، أو حتى إقالة الوزير الأول نور الدين بدوي كشخص وفقا للمادة 91 والفقرة في فقرتها الخامسة التي تسمح له بإنهاء مهام الوزير الأول. وأؤكد الوزير الأول وليس الحكومة، لأنه المادة 104 نزعت من رئيس الدولة فعلا صلاحية تعديل أو إقالة الحكومة القائمة، ولم تنزع عنه صلاحية تعديل أو إقالة الوزير يعني الوزير الأول. المشرع والمؤسس الدستوري يفرق جيدا بين مصطلح الحكومة القائمة وبين مصطلح الوزير الأول، ولهذا يمكن لبن صالح في أي وقت إنهاء مهام الوزير الأول وتعيين وزير أول، ولكن بشرط واحد تفرضه عليه الفقرة الخامسة المادة 91 وهي استشارة الأغلبية البرلمانية. أيضا لعبد القادر بن صالح صلاحية واسعة في التعيين وإنهاء المهام. المادة 92 تتحدث عن التعيينات وفي أجهزة الأمن في القضاة في الولاة إلى غير ذلك، لا زالت في تعيين محافظ بنك الجزائر وفق الفقرة السابعة منها، لا زالت سارية المفعول له جميع الصلاحيات. اليوم نتمنى لعبد القادر بن صالح رئيس الدولة المؤقت الحالي أن يفعل صلاحية إزاحة الباء الثاني وهو نور الدين بدوي، ثم بعد ذلك وأن يعين رئيس مجلس الدستوري من الشخصيات التوافقية التي أجمع كل الجزائريين. بما أن الاستقالة اليوم بتت أمر واقع، أنا لا أستطيع أن أحددها لأن أي تحديد لها يضر، ولكن لو ترجعوا لأرشيف ثماني جمعات وتلاحظون الصور المرفوعة وتلاحظون الأسماء المطروحة في مواقع التواصل الاجتماعي، ما يعد استفتاء رقميا بلغة القانون، أنه تم استفتاء رقمي وتم اختيار حوالي 5 أو 6 أو 3 شخصيات وطنية عليها إجماع بشروط أنها لم تشارك في العهد البوتفليقي 20 سنة الماضية، كانت رافضة له، كانت معارضة له، وأيضا نظيفة اليد. ربما هناك رؤساء دولة سابقون، هناك شخصيات وطنية من عائلات عريقة وذات تاريخ كبير ومعروفة بنضالها حتى من عهد بومدين يومنا هذا. جميل، أنت ربما اليوم تتحدث سيدي الكريم عن حلول تصدر عن رئيس الدولة سيد عبد القادر بن صالح، لكن حتى عبد القادر بن صالح هو ضمن هذه الباءات المرفوضة شعبيا. اليوم أنا متفائل، لماذا؟ لأنه استقالة أو إقالة أو استقاء يعني مصطلح الجمع بينهما لا يهم، وإزاحة بالعيز ربما هو بداية لمسار دستوري، نتمنى أن يكون هكذا. هل تعتقد بأن البقية سيمتثلون لإرادة الشعب؟ أعتقد في الأيام من استطاع أن يقنع رئيس جمهورية بالاستقالة لن يعجز عن إقناع 3 أشخاص مرفوضين شعبيا. الآن هناك شيئين مهمين، مصلحة الوطن في كفة وثلاث شخصيات أو 4 شخصيات في كفة أخرى. فهل يرضى الحكماء والعقلاء والمؤسسات الدستورية الباقية أن نضحي بكل هذه الدولة ومؤسسات الدستورية في سبيل باقي أشخاص؟ لا أعتقد ذلك. حتى عبد القادر بن صالح لا نظلمه كثيرا، هو شخص يعني له بقية أخلاق رجل دولة، منذ هو نائب في البرلمان منذ عام 1977 ويعلم جيدا مسؤولية الملقاة على عاتقه، لا يريد أن يذهب مباشرة إلى مزبلة التاريخ وأن يحتفظ بهذا المنصب يعني دون وجه حق. أكيد سيقدم استقالته، لكن بعد تعيين رئيس، من نطالبه بتعيين رئيس مجلس دستوري توافقي، ثم بعد ذلك يتولى رئاسة الدولة. نعم، ويتولى رئاس مجلس يتولى رئيس الدولة منصب رئيس دولة المؤقت. لماذا؟ لأن المادة 102 هنا نكون أمام حالة شغورين، شغور منصب رئيس الدولة بالاستقالة يعني إذا قدمها، وفي نفس الوقت
لدينا شغور في منصب رئيس مجلس الأمة الذي لم ينتخب وفق المادة 5 والمادتين 5 و6 من نظام داخل مجلس الأمة لحد الساعة، ونحن في حالة شغور واقعي ولحد الساعة، وبالتالي أنه تؤول مباشرة رئيس المجلس الدستوري، وبالتالي سنكون أمام رئيس دولة توافقي وفقا للدستور الحالي، ويذهب الباءات الثلاث بإجبارية أو استقالة بن صالح، وأن يكون تم تنظيف يعني كبرى المؤسسة، لا نؤكد ليست الساحة الوطنية، هناك مئات الأسماء التي يجب أن تذهب، لكن ليس وقت الحالي على الوقت الحالي على مؤسسات الدولة الحالية، المؤسسات الدستورية الخطيرة مثل مجلس الشعب الوطني والمجلس الأمة ورئاسة منصب رئاسة الدولة والوزير الأول ستتطهر من بقايا النظام السابق، وبالتالي سنبدأ مسار جديد. طيب سي برحمي، كي نقوم بعملية استشرافية يعني في دقائق قليلة، يعني لو ذهبوا كل هؤلاء يعني الباءات الثلاث أو الأربع كما يسميهم الشارع الجزائري، هل سنذهب إلى انتخابات رئاسية يوم 4 جويلية القادم، أم أنه ستكون فيه خارطة طريق أخرى؟ نعم، ورقة هنا طريق وضعت أخرى. يدك على المشكل بالضبط، هنا يجب أن نفكر، لا نبقى محصورين إلا في ذهاب الباءات وتنقية المؤسسة الدستورية، كيف سنستطيع انتخاب برئيس جمهورية جديد يضمن لنا تحقيق جمهورية جديدة كما طلبها الحراك الشعبي المبارك، كما طلبها الشعب؟ هنا الأزمة الموجودة حاليا بقي حوالي من عمر المرحلة الانتقالية الدستورية حوالي 80 يوما فقط. الانتخابات التي أعلنها أحد الباءات الثلاثة المرفوضة شعبيا رئيس المؤقت يوم 4 جويلية القادم، وفي نفس الوقت في كيف ستجرى هذه الانتخابات؟ ستجرى في ظل نظام انتخابي في قانون انتخابات العضوي القديم صادر عام 2016 مختلف. وهو يعني مختل كثيرا يسمح بتزوير الإدارة، وأيضا من يراقب هذه ومن يشرف على هذه الانتخابات هي وزارة الداخلية المعروفة التي يقودها الآن أمينها العام الذي سبق وأن أشرف على الكثير من الانتخابات التي مطعون في شرعيتها والمزورة إلى غير ذلك. هنا يجب أولا تعديل قانون الانتخابات، تعديل من أجل إضافة مهمة جديدة للجنة العليا لمراقبة الانتخابات الحالية حتى تصبح لجنة لتنظيم الانتخابات والإشراف عليها وحتى إعلانها، والإشراف عليها وإعلان النتائج كما حدث في جرار تونس، وتمكين القضاء، وأؤكد تمكين القضاة من صلاحية الإشراف وتنظيم القضاء تنظيم الانتخابات، لأنه في السابق هم كانوا مجرد شهود لا أكثر ولا أقل، هم كانوا يتحصلون على محاضر للمصادقة عليها وإرسالها إلى المجلس الدستوري لا أكثر لا أقل. نريد الآن أن هم من يشرفوا على المكاتب، هم من يشرفوا على التنظيم، ويبقى دور وزارة الداخلية التنظيم اللوجستيكي والوسائل إلى غير ذلك. الدستور الحالي المادة 194 لا تسمح لنا أيضا، وحتى المدة التي 80 يوم الباقية لا تسمح بتنظيم انتخابات نزيهة، شعبنا يرفضها في الوقت الحاضر. هنا على أمام إشكاليتين، يجب أن نلجأ إلى أمر آخر موجود في الدستور تحدث عنه حتى الشعب الجزائري بكثرة، هي روح الدستور الموجودة في المادتين 7 و8 من الدستور، وأن نعتبر ما حدث من نكيفه من الناحية القانونية ما حدث في كل الجمعات هو استفتاء شعبي يعلو أي مؤسس دستوري وأي سلطة أخرى، وأن يتم اقتراح إعلان دستوري متمم وليس إعلان دستوري يلغي الدستور الحالي، وإنما إعلان دستوري بسيط من مادتين أو 3 مواد أو 4 مواد بسيطة تتمم الثغرات الموجودة في الدستور الحالي، تعدل المادة 194 يعني تتممها، لا أقول تعدلها لأن التعديل الدستوري ممنوع في الفترة الحالية، تتممها بأن تسمح بإنشاء لجنة لتنظيم الانتخابات، وفي نفس الوقت تتمم المادة 102 حتى يتم توسيع الفترة الانتقالية بما يسمح بتأجيل الانتخابات إلى ربما 3 أشهر أخرى، تسمح بترشيح الناس، تسمح بالمغضوب عليهم طوال فترة العهد البوتفليقي من الرجوع إلى ترتيب البيت، من ترتيب الأحزاب لبيتها الداخلي، حتى أحزاب المعارضة هناك من يعارضها الداخل، ورأيتم أحد أحزاب المعارضة كيف كان حواله، وترتيب الاتحادات إلى غيره، حتى يستعد شعبنا ويكون مؤهل لخوض انتخابات يدخلها تسمح له كل بالمرور إلى جمهورية ثانية، جمهورية ثانية، وفي نفس الوقت نختم بهذه تسمح لشعبنا باستخراج بطاقات الناخب والتوجه بها يوم الاقتراع بالملايين لاختيار خاصة رئيس بالنسبة جمهورية. للشباب. نعم. شكرا جزيلا لك سيد حسن برحمي محامي وناشط حقوقي على الحضور وعلى كل هذه